نراجع يا كل الصفوف. هسمعك كده استخونين اللي هو الجزء الاولاني والتاني، والباقي كله زي بالظبط، بس في بعض القفلات هتبقى مختلفه شويه واحنا بنقول هنظبطها. اسمع مني، املى ودنك باللحن الاول. يا كل الصفوف سمائي اللي بتحيرنا وتحير معظم الشمامسة. هقولها غلط وشوف هتاخد بالك ولا لا. انا دلوقتي هقول غلط، ماشي؟ اسمع مني. يا كل الصفوف سمائي بحاجة؟ بتعدي. هي بتعدي، ما هي لو ما ركزتش. حاضر يا عم نادر، لو ما ركزتش وانت بتقول هتاكل حتة كبيرة قوي. فهي هزة، لو علتها هتختم، لو وطيتها هتكمل. اللي وقع فيها بيتر من شوية، اسمع كده. يا كل الصفوف قفشتك، انا خلي بالك. سمائي اللي جاي، شفت ليه؟ هتيجي تاني. اهي دي كانت من شويه. ايه اي 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 اي، في المره الثانيه هتبقى اي 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 اي. لو فهمنا دي وعرفناها خلاص الموضوع انتهى، اللحن كله خلص خلاص. يلا نجرب نقوله ونخلي بالنا. ها، يا كل الصفوف سمائي نبينا
كمل بقى، كمل على طول. وابتهجوا، ماشي شوية. معنا ليوم فارحي، خلي بالك. تاني دي تاني. ووهبنا، ها، ووهبنا النعيم، اسمع مني، ووهبنا ووهبنا النعيم، ووهبنا النعيم. يلا مع بعض، ها. ووهبنا النعيم الدائم.
نطقنا من العبودية مرة. أيوة. وسبى الجحيم سبيا كمان. وسبى الجحيم سبيا. اسمع دي، هنا في غرزة كده بنلم النغمة اهي. وسبى الجحيم سبيا. تابعك دي علامة الغرزة دي. وسبى ملك الكورة يعني. وسبى الجحيم سبيا إلى آخره. يلا تاني. وسبى الجحيم سبيا. طب عملت كده ليه يا نادر؟ لا، عملنا الحتة دي ليه؟ لميناها كده ليه؟ عشان الكلام صغير، حتة ضيقة، عشان حتة ضيقة، فخسرت نغمة، خيطت نغمة كده في نغمة بسرعة يعني. يلا تاني. ها. وسبى الجحيم لسه ليه بقيه، ده النص. لو عايزين نكمل هنكمل ونركب بنفس الطريقه. عايز بس اعلق على جملتين، حته بتاعت اليوم قد كملت النبوات واللي تحتها وقيامه الرب من بين الاموات. لو خدت بالك كلمه النبوات اللي فوق مش بتكمل، بتقطع. ليه بنقطعها؟ علشان الاستيخون اللي بعدها كلماته كتير. ونحط الهزات في الكلام. وقد تمت أقوام، عكس اللي عملناه في الربع اللي بعده، زودت هزات مكان الكلمات اهي. آت وهو بدو المطاجع، عشان تبقى عارف دي لما يكونوا الاستيخون التاني هما استيخونين بيردوا على بعض، النغمه اللي احنا كنا بنتخبط فيها والعاليه الحلوه دي، دي بتسلم دي. لو الكلمات التانيه كتير بنعوض بهزات، بناخد مكان هزات من الاستيخون الاولاني ونحط كلام، والعكس لو الكلمات بتاعت الاستيخون التاني قليله.